من واشنطن مراسله ألغت سهيل شاعر. أهلا يا سهيل، أولا هل بدأت المسيرات لديك في واشنطن يا سهيل بداية؟ نعم، قبل دقائق بدأت هذه المسيرة التي تجري خلفي، بدأت فعالياتها، بدأت هناك كلمات تلقى من قبل ناشطين في مجال نزع السلاح ومعارضين لفوضى السلاح هنا في الولايات المتحدة. اللافت هنا محمد غياب السياسيين الأمريكيين بشكل كبير. عادة ما يكون هناك مسؤولين من الكونغرس الأمريكي، ولكن هذه المرة هناك غياب لكل السياسيين سواء من الحزب الجمهوري والديمقراطي الموجودون هنا كلهم من النشطاء ومن مؤيدي نزع الأسلحة وعدم حيازة السلاح إلا للسلطات الأمريكية. الموجودون هنا يطالبون بمنع بيع سلاح الفتاك، السلاح القاتل الذي يمكن أن يطلق عشرات الطلقات أو مئات الطلقات في دقيقة واحدة، وهم يطالبون أيضا بوضع تشريعات لفحص خلفيات الأشخاص الذين يبتغون الحصول على السلاح وحصول على شهادات باختبارات نفسية بعدم وجود أي مشاكل نفسية أو عقلية. طيب، لدى الشخص الذي يرغب بحيازة السلاح. من يعارض يا سهيل؟ ولكن من يعارض؟ كل يعني هذه جو بايدن المطالبات يا سهيل، رجاء، من يعارض أهداف هذه التظاهرات؟ يعني جو بايدن تحدث عن الأمر، أيضا الجانب الديمقراطي تحدث عن الأمر وشبه موافق، يعني الأزمة فقط هو أو هي في الجانب الجمهوري يا سهيل كي أدقق المعلومة؟ يعني هو مبدئيا هو الجانب الجمهوري وجماعات الضغط، اللوبي السلاح هنا في الولايات المتحدة، وهو لوبي قوي جدا له انتماء يا سهيل، يعني لوبي السلاح الأمريكية، لوبي السلاح بخلاف هيمنته على الأرض إن صحت الكلمة، له انتماء سياسي جمهوري ديمقراطي. يعني هم ينفقون المزيد من الأموال على إعادة انتخاب السياسيين الجمهوريين وأعضاء الحزب الجمهوري في الولايات، فهم يميلون أكثر للجمهوريين. ولكن يعني هذه هي نقطة، يعني نقطة حاسمة هنا بالنسبة للولايات المتحدة، لأن الموضوع ليس مجرد أموال ولوبي. هم يعتمدون في وجهة نظرهم على نص في الدستور الأمريكي. صحيح. وهو التشريع الثاني أو التعديل الثاني للدستور الأمريكي الذي ينص على حق الموجود أو أي مقيم في الأراضي الأمريكية بحمل السلاح. هذا التشريع وضع قبل 250 عاما. هو تحديدا يا سهيل في يوم يختلف تماما عن الأسلحة الموجودة في يوم حاليا. لم يكن هناك قبل 250 عاما بندقية تطلق 50 أو 100 طلقة في الدقيقة. وبالتالي هناك من الديمقراطيون من يطالبون بتعديل هذا النص، ولكن الجمهوريون يعني لا، يعني يرفضون ذلك بشكل تام، ويقولون أن هذا النص الدستوري لا مقدس بالنسبة لهم ولا يجب المساس به بأي شكل من الأشكال، وهم مدعومون بشكل كبير من طيب. قبل لوبي الأسلحة. طيب، تسمعني الآن يا سهيل، هذا الأمر يعود إلى تاريخ 15 من ديسمبر عام 1791، أي منذ قرابة 240 عاما تقريبا. تغيير هكذا مادة في الدستور الأمريكي، هل له مسار معلوم يا سهيل؟ يعني الكونغرس ما الذي عليه أن يفعله لتغيير هذه المادة، أو انتزاعها من الدستور الأمريكي، أو تغييرها أو استبدالها بأخرى؟ ما الذي عليه الآن بخلاف التظاهرات؟ هنا يعني هم يريدون أن يكون هناك تشريعات من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي للقيام بإجراءات تحافظ على حياة الأفراد من هذه الأسلحة الفتاكة، وهم يطالبون من المشرعين. وعلى فكرة يعني يجب الإشارة إلى أن التأييد لإجراء تعديلات على حيازة السلاح تحظى بأغلبية من قبل الشعب الأمريكي سواء كانت انتماءاته جمهورية أو ديمقراطية، لأن يعني تكساس على سبيل المثال
تكساس من أهم الولايات المؤيدة للحزب الجمهوري، وهي الولاية التي شهدت المجزرة التي راح ضحيتها 21 شخصا بينهم 19 طفلا. ولذلك فهناك تأييد من قبل الأمريكيين الشعب لإحداث تغييرات على قوانين حيازة السلاح، ولكن المعضلة هنا في المشرعين الأمريكيين داخل الكونغرس الذين يتلقون ملايين الدولارات من لوبي الأسلحة وجماعات الضغط المؤيدة لحمل السلاح، والتي تجعل هذه القضية صعبة للغاية وحصول أي تقدم فيها أشبه بالمستحيل. صح. إذن الكرة الآن في ملعب المشرع الأمريكي. شكرا جزيلا سهيل شاعر مراسل الغد من واشنطن. سأعود إليك بالتأكيد سهيل كلما جد جديد.